لأول مرة مفهمش نفسي، معرفش أعبر عن اللي حاسه، مقدرش أقول جوايا إيه. كان نفسي تغلط برضو زيي ويبقى عندي حق أسألها غلطت ليه. إحساسي إني صغير في عينها إحساس قتلني، بحب غيرها وهي مالها؟ ده ذنب قلبي مش ذنبها، لكني برضو مش كارهها، في سنين طويلة بحبها. سلطان أبو العز. ألو. إيه يا سلطان؟ وحشني صوتك قوي. سلطان أنا مضغوطة. وأنا عندي الحل. فعلا؟ إيه هو الحل؟ أنا الحل يا شاهيناز. بقولك إيه؟ ما تيجي نتقابل في الاستوديو. مش قلت مش تنزل النهاردة؟ رجعت في كلامي. تخيلي ده مطلع قصيدة حلوة قوي. طبعا أظن ما تقلتلكيش قبل كده. لا، عشان خاطر ما تتأخريش وتعالي الاستوديو بسرعة عشان تبقى قدامي وأنا بكمل القصيدة دي. عايز أخد وحياها منك أنتي، وتبقى منك وليك يا حبيبتي. طب يلا، باي باي. أوكي، باي باي يا حبيبتي. مالك؟ مستغرباك. مستغرباني ليه؟ يعني شايفاك كويس النهاردة. مش عارفة انت كلمتني ليه بصراحة. انت عموما مش بتكلمني غير لما بتبقى متضايق ومحتاج تتكلم. بص يا سارة، انا الفترة اللي فاتت دي اكتشفت ان انتي اكتر حد كان بيسمعني، لدرجه ان انا نسيت اسمعك. بس انا بقى دلوقتي اللي محتاج اسمعك. صدقني ما عنديش اي حاجه اقولها. لما يبقى عندي كلام اقوله اكيد هتسمعني. انا دلوقتي متضايقه من كل حاجه، كل حاجه حواليا مضايقاني. اوعى تتضايقي ابدا ابدا. وما أنا كلمتك وعديت عليك ليه؟ أنت نفسك في إيه النهاردة؟ والله اللي نفسك فيه هعمله لك. أنا أول مرة يا سارة أحس بحد غيري. والنبي لبستك النهاردة.